بعد كده هنبدأ نعمل سبول. كلمة سبول الديفينيشن بتاعها ان هي عبارة عن شانل. الشانل دي عن طريقها بتوصل لي الواكس اللي موجود عندي الواكس باتن دوت بعد ما اعمله ملتنج طلعه بره مول. انا عملته حوالين الواكس. اسمح لي ان الميتال بعد ما اقدر اعمله ملتنج ادخله جوه نفس المول. احنا المرة اللي فاتت ان انا الواكس باتن ده علشان احافظ على شكله زي ما هو واحوله الميتال بقوم حاطه او احط حواليه او اعمل له حاجه اسمها مول. المول ده اللي هو اللي احنا بنسميه انفستنج رينج. خش عليها المره اللي جايه. هي الفكره بكل بساطه ان انا الواكس ده علشان اخلي الشكل بتاعه موجود بس في نفس الوقت يبقى فراغ يخش جواه الميتال فبقوم جايب ماتيريال. الماتيريال دي الاول بتبقى صوف وعمل لها تفتيش على الواكس باترن بتاعي من الفيتنج سيرفيس والاكسترنال سيرفيس. الماتيريال دي بعد كده بيحصل لها سيتنج او هاردنينج وبعد كده بطلع الواكس اللي جوه بطلعه بره المولد ده وادخل مكانه ميتال. طب انا لو عملت مولد حوالين الواكس باترن بس على طول من كل ناحيه مش هيبقى في طريق يخرج عن طريقه الواكس ده بعد ما سيح. يعني لو انا ما فيش الجزء بتاع السكرو ده وحطيت الرينج دي كده بقى في انفستد ماتيريال حوالين الكراون الواكس ده من كل ناحيه. انا لو حطيت الرينج دي في اي فرن وسخنتها الواكس اللي جوه مش هيطلع. انا عايز الواكس ده يطلع وفي نفس الوقت المكان ده يطلع منه الواكس يخش مكانه المولت الميتال يملى نفس الشكل بتاع الواكس فيطلع لي كراون بنفس الشكل بالظبط وبنفس الديتيلز وبنفس الدايمنشنز وكل حاجه ايدنتيكال. طيب عشان كده بعمل طريق يخرج منه الواكس وفي نفس الوقت يخش منه المولت. الطريق ده اللي احنا بنسميه السكرو. هو السكرو هو التشانل through which the molten alloy can reach the mold اللي موجود في invested ring بعد نشيل منه الواكس. طيب وخلي بالنا ان كلمه سكرو هي عباره عن فراغ. شانل فراغ. سكرو مش هو اللي انا بحطه على الواكس عشان اعمل التشانل. لا هو نفسه هو التشانل. امال اللي بيعمل السكرو ده ايه؟ حاجه اسمها سكرو فورمر. خلاص؟ طيب يبقى من الديفينيشن بتاع السكرو نقدر نعرف الرول بتاعت السكرو. يعني القاعده ايه بتاعت السكرو او السكرو ده ايه اساسه او ليه عملناه؟ اول حاجه ان هو بيعمل شانل تسمح للمولتن واكس ان هو يخرج او يهرب من المولد. دي اول حاجه. تاني حاجه ان هو يسمح للمولتن الوي ان هو يخش يملا المولد اللي انا طلعت منه الواكس ده. طيب هل هو بس كده الاثنين دول من الديفينيشن؟ لا، في حاجه ثالثه ويمكن هي دي الاهم. معرفش خدتوا الميتالز والالويز والكلام ده في الماتيريالز ولا لسه؟ خدتوه. اي ميتال او اي ماتيريال لما باجي اعملها ميلتنج سخنها بترفع درجه حرارتها بيبدا يحصل لها حاجه اسمها اكسبانشن. خلاص؟ فالمولتن الوي بيبقى اكسباندنج. يعني لو انا جايب مثلا يعني حته ميتال 1 في 2 احنا داخلين الاسم بالراحه شويه بس في باب وراكي بس عشان صار 29. طيب قطعة الميتال دي لو هي مثلا 2 سم في 4 سم انا بقول اي ارقام طبعا وبدات اسخنها عشان اعمل لها ميلتنج لو جيت اقيسها لو قدرت يعني ان انا اقيسها وهي ميلتنج هلاقيها بدل 2 في 4 بدل 2 الساعه خلاص عدت 19 بدل 2 في 4 هتبقى 3 في 5. خلاص؟ طيب
معنى كده ان انا لما اجي املى المول اللي موجود ده بمتر خلاص يخش وهو مولتن، معنى كده ان هو يخش وهو اكسباندد. لما يخش وهو اكسباندد يبدا يملى المول وهو اكسباندد. طيب هل المتر ده هيفضل على طول مولتن كده ولا هيبدا يبرد ويحصل له سوليفيكيشن؟ يبدا يبرد. فاول ما بيبدا يبرد بيحصل له حاجه اسمها سوليفيكيشن شرينكج مش كونتراكشن. خلاص ماشي. لما يحصل له شرينكج كده هيفضل المولد مليان؟ لا. يبقى انا محتاج ايه علشان اخلي المولد يفضل مليان؟ محتاج فلو على طول للميتال المولتن ده شغال على طول على طول، بحيث ان الميتال اللي يخش لما يبرد ويحصل له شرينكج الفراغ اللي حواليه يخش فيه ميتال تاني يحصل له شرينكج وهكذا لغايه ما يحصل كومبليت سوليفيكيشن للميتال ويبقى مالي المولد من جوه. معنى كده ان انا محتاج ان السكرو ده او التشانل دي يفضى على طول فيها. انا قلت 9 و10 محدش هيخش، خلاص اتفضل اتفضل بره 9 و10 خلاص. الميتال ده اللي موجود في السكرو يفضل مولتن ويفضل يغذي المولد على طول. فيبقى ثالث حاجه اهم من الجزئين الاولانيين، الجزئين الاولانيين ممكن هم عامل لهم اي تشانل وخلاص. اهم حاجه ان الميتال جوه التشانل دي يفضل مولتن على طول لغايه ما المولد يحصل له كومبليت فيلنج. خلاص؟ هو ده الاساس. ومعظم المشاكل اللي بتحصل في الكاستنج او بتحصل في الكراون اللي بيبقى طالع، معظم المشاكل بتبقى بسبب ديفكت في السكرو بالذات او في التشانل دي بالذات، لان احنا هنشوف بعد كده الدايمنشنز بتاعت السكرو ازاي واللينس ازاي بيأثروا على الاكيوسي بتاعت الكراون اللي طالع. طيب هنا ده الواكس باتر، وركبت له الجزء ده اللي احنا بنسميه ايه؟ لا ما اسمهش سكرو، اسمه سكرو فورمر. احنا قلنا السكرو عباره عن تشانل، تشانل ليه هواء. احنا ما قلناش ان السكرو عباره عن ماسوره. لا احنا قلنا ده سبيس. خلاص؟ السبيس ده بيتعمل بايه؟ بيتعمل بالسكرو فورمر. السكرو فورمر ده بعمل اتاتشمنت للواكس باتر واتاتشمنت لحاجه ثانيه من تحت اسمها الكروسبل فورمر. خلاص؟ كروسبل فورمر زي ما قلنا سكرو فورمر عشان يعمل السكرو. الجزء الرابر اللي تحت ده شكله كون شيب كده، ده اسمه كروسبل فورمر. ليه اسمه كروسبل فورمر؟ لان هو مش بقى بيعمل لي حاجه اسمها كروسبل، لا بيعمل لي الشكل بتاع الهيد بتاع الكروسبل. ايه هو اصلا الكروسبل؟ الكروسبل ده عباره عن جزء كده زي تري سيراميك. تري سيراميك دي عامله زي فردة الجزمه بالظبط، نفس شكل فردة الجزمه بس البوز بتاعها مخروم. خلاص؟ ايه فكره الجزمه بالبوز ده؟ الجزء السيراميك ده بيتحط فيه الميتال اللي انا هسيحه. خلاص؟ وبزق الميتال ده من جوه الفرده دي او من جوه الكروسبل بطرق كتيره، سواء بسنتريفيوجال فورس فوق الطرد المركزي او بريشر او ايا كان الطريقه، فيخرج عن طريق الفتحه اللي موجوده في طرف الفرده الجزمه ده او الكروسبل. تخرج تروح على فين؟ تخرج تروح على التشانل اللي اتعملت بالسكروبول عشان يخش يملى السبيس اللي كان فيه واكس وبقى بعد كده فراغ اللي هو المولد نفسه. طيب نترجم الكلام ده ازاي؟ نترجمه من ناحيه دي رينج. خلاص؟ انفستمنت رينج اللي احنا لسه شايفينها في الصوره اللي هو كان الواكس ماسك فيه يعني الجزء ده. الجزء ده كده كان موجود في الصوره في الدياجرام اللي احنا شفناه بالشكل ده كده. خلاص؟ والسكرو فورمر اهو ماشي. ورحنا حاطين الرينج اللي هنحط جواها الماتيريال اللي هتعمل المول ماشي. وكان في جزء اللي تحت ده
الجزء اللي تحت ده هو ده اللي احنا بنقول عليه الفوسفو فورمر اللي هو الرابر ده. هو بيعمل شكل الهيد بتاعه الكروسبو. هو دلوقتي حته رابر اهي، لو انا شلت الحته الرابر ده هي بعد ما الماتيريال اللي عامله المولد يحصل لها سيتنج هتاخد لي نفس الشكل ده كده، بس هيبقى بدلها فراغ هو ده. اوكي، والسبو فورمر ده بعد ما هشيله هسيب لي الفراغ او التشانل اللي احنا بنقول عليها سبو، والواكس ده لما هيسيح ويطلع هيسيب لي مكانه المولد الفاضي اللي هو نفس شكل الواكس باترن بس هواء. خلاص، الهيد بتاعه الكروسبو اللي احنا بنسيح فيها الميتال شكلها عامل كده بوز كده زي بوز الجزمه زي ما بقول لك. طيب لو انا جبت الهيد او الكروسبو دوت رحت زايق الهيد بتاعته هنا خش اتعشق مع الجزء ده خلاص، والفتحه بتاعته بتاعه الكروسبو هتبقى هنا، هتبقى قدام ايه؟ السبو فورمر او السبو على طول. خلاص، قدام السبو. معنى كده ان المتر وهو طالع المولتن دوت هيقعد يدور على سكه يمشي منها ولا هيخش دايركت على المول؟ يخش دايركت على المول. هي دي الفكره بتاعه الكروسبو فورمر، ان هو يعمل لي شكل الهيد عشان لما اجي اقرب الكروسبو من الرينج يعشقوا مع بعض، فالميتال ما ياخدش وقت طويل لغايه ما يملى المولد، لان الميتال ده انا بسخنه اه لدرجه عاليه قوي اعمل له ميلتنج، بس هو بيحصل له سوليفيكيشن بسرعه جدا. ما بيقعدش بقى يعني براحته يحصل له سوليفيكيشن، ده بيبدا على طول يحصل له سوليفيكيشن بدري، فلو ما لحقش يملى المولد كله قبل ما يحصل له سوليفيكيشن مش هيكمل. بلاقي ان الكراون طالع ناقص. عشان كده انا عايز اقصر الطرق اللي المتر يخش بيها للمولد، فما ينفعش ان انا ما اعملش الكروسبو فورمر هنا كده واخلي الجزء ده فلات كده والهيد بتاعت الكروسبو تبقى بعيده، على ما يوصل لغايه المولد بتاعي هياخد وقت ممكن يحصل له سوليفيكيشن قبل ما يوصل اصلا. خلاص؟ فده اللي بنسميه الكروسبو فورمر. ده كده قطاع طولي في الرينج، يعني الرينج اتعملت ملا بالانفست ماتيريال اللي هي اللي بيحصلها سيتنج حوالين الواكس، وحطينا الرينج دوت الرينج ده هي جوه الفورم، سخنا الرينج خالص، فالواكس اللي جوه هو والسبو فورمر الاثنين هيسيحوا ويطلعوا بره عن طريق الفتحه دي كده، ويسيبوا لي السبيس دوت فاضي عشان ازق فيه. طيب ده الشكل بتاعي، ده الكروسبو فورما تبقى عباره عن حته رابر بتعشق مع الرينج. الرينج ده بتبقى عباره عن جزء سلندريكال كده عامل بالظبط، عارفين شكمان العربيه؟ عامل زي طرف شكمان العربيه بالظبط. انت في معامل بتجيب شكمان قديم وتقطعه وتعمل بيه رينجز اللي هي الميتال اللي بيتملي بالانفستمنت ماتيريال عشان يوفروا يعني. فالجزء ده بيبقى الرابر او الجزء الرابري دوت ليه احجام مختلفه على حسب السايز بتاع الرينج، يعني لو الرينج السايز كده فنجيب لها الكروس ده يخش يعشق معاها، لو هي اكبر شويه لو في واحده اكبر شويه تعشق مع الميتر بتاع الرينج، اصغر نفس الكلام، يعني الرينج ده هي ما هياش مقاس واحد، مقاس اللي هو الستاندرد اللي هو زي بقول لكم زي بتاع الشكمان كده حاجه بالحجم ده كده، انما في لو انا عايز اعمل كراون واحد مش محتاج ان انا احط انفست ماتيريال كتيره، يعني اعمل له مولد كبير فتبقى رينج صغيره. عايز بقى بعمل بريدج كبير اجيب رينج كبير. طيب ده السبو فورمر وده الواكس باتر وده الكروسبو فورمر، دي الانفستمنت رينج، واللي جوه ده حاجه اسمها رينج لاينر لما يجي وقتها واحنا بنتكلم المره الجايه عن الانفستمنت هنقول فائدته. طيب هنبدا نقسم السبو. خلاص، مجازا احنا هنقول سبو مش هنقعد نقول سبو فورمر، لان احنا في الاخر هنوصل لان اللينس بتاع السبو فورمر هو اللينس اللي هيبقى بتاع السبو، الدايمتر هو لان هو السبو فورمر بيعمل السبيس اللي نفس حجم نفس شكل. الفرق الوحيد بس ان هنا دي بدل ما نقول سبو فورمر ماتيريال نقول سبو ماتيريال على طول خلاص، انما اللي هي السبو ما لهاش ماتيريال، سبو دي تشانل بس، احنا هنا مجازا هنمشي كل سبو. طيب لو احنا قسمنا
السكو هنلاقي اول حاجه الكور للماتيريال. عندنا ثلاث انواع من الماتيريال اقدر استعملها، اول حاجه واكس، ثاني حاجه بلاستيك، ثالث حاجه ماتيريال. احنا الواكس باتر بيتعمل من ايه؟ من واكس، هو اسمه اصلا واكس باتر، بيتعمل من الواكس. طيب الاحسن ان انا امسك فيه سبرو فورمر معمول من الواكس ولا من البلاستيك ولا من الميتال؟ يعني اي حد يقول اي راي، مش لازم يكون صح، على حسب تخيله. ايه؟ ميتال دي الواكس ايه؟ طب ما انا كده كده اصلا هسيح الواكس اللي موجود اصلا عشان اطلعه، مش انا بفضي المولد عشان ادخل ميتال فيه، فانا هسيح الواكس كده كده. مش عايزه يسيح ازاي؟ لان انت اصلا حاطط السكرو فورمر ده عشان تعمل تشانل، هتسيبه زي ما هو في مكانه كده هتبقى سادد السكه اللي داخله للمولد. يعني بكل بساطه كده الكلام اللي انت بتقوله ان انا عايز اخلي ده ميتال، صح؟ طب انا لما احط الرينج دي في الفرن الواكس ده يطلع منين لما يسيح؟ هيجي يطلع منها يلاقي الميتال قدامه، صح؟ لا انا برد على ان هو بيقول احنا مش عايزين حاجه تسيح. خلاص؟ طيب حد ليه راي تاني؟ نفس الكلام، هو الميتال لو استحمل الحراره مش هيسيح، الواكس مش هيطلع. يا جماعه لو سمحتوا بس اللي بيتكلم احاديث جانبيه يخليه معايا. اساس ان انا حاطط اصلا السبرو فورمر ده ان انا عايز اعمل سبيس. هو كل ما يبقى مش موجود كل ما يبقى احسن بعد ما يتعمل سبيس. خلاص؟ ليه البلاستيك؟ وليه مش واكس؟ كارهين الواكس ليه؟ مبدئيا كده هو الواكس احسن واكتر ماتيريال بتستعمل. ليه؟ احنا قلنا واكس باتر وقلنا واكس سكو فورمر، معنى كده ان انا لما احط الرينج دي في الفرن اللي هي جواها الواكس باتر جواها السكو فورمر يوصلوا لدرجه حراره الميلتنج بتاع الواكس، مش الاثنين هيطلعوا مع بعض؟ حلو قوي. الواكس ميزته ان هو بيسيح في نفس الوقت بتاع الواكس باتر، الاثنين يطلعوا مع بعض. طيب ايه العيب بتاع الواكس اللي خلاكم كلكم تبعدوا عنه؟ ان هو ضعيف. فانا ممكن اجي اركب واكس باتر من هنا كده عليها اركب سكو فورمر، وبعدين السكو فورمر ده المفروض ان انا بمسكهم مع بعض بواكس برضه لاي سبب من الاسباب، وانا جاي اشيل الكراون ده، الكراون ده بيبقى راكب على الضاري، ما اجي اشيله لاي سبب ممكن السكو فورمر دوت بسبب ان هو السترينس بتاعته قليله هيحصل ديفورميشن. لو حصل ديفورميشن هيخلي التشاين نفسها فيها ديفورميشن فيحصل مشكله في الكاستنج في الاخر. طيب بس هو بيستعمل، يعني هو احسن واحد فيهم او يعني اكثرهم استعمالا للاسباب اللي جايه. لو انا قلت ان انا هستعمل ده بلاستيك خلاص، وقلنا البلاستيك اقوى من الواكس مش هيحصل له ديفورميشن وبرضه هيسيح. هو السؤال بقى الرينج دي هتتحط المفروض بعد كده لما هنشوف الفرن تتحط لغايه درجه 900، الواكس بيسيح بدري خالص ماشي. اول ما بوصل لدرجه الميلتنج بتاع الواكس البلاستيك هيبقى ساح لسه. طيب الواكس ساح هنا، المفروض الطبيعي ان هو بقى يدور على الطريق يخرج منه، جاي يخرج من هنا لقى البلاستيك لسه موجود، هيسقط؟ مش هيسقط، هيحصل له ايه؟ هو الاول كان هارد سوليد، بعد كده بدا يسيح هيتحول لايه؟ ليكويد. ليكويد لما درجه حرارته كل شويه تزيد يحصل له ايه؟ الفايبريشن منين؟ ما هو مفيش سكه يخرج منها. هيحصل له ايه؟ لو انا قافل حله ميه هيحصل لها ايفابوريشن الميه ولا هيحصل لها ايه؟ فويدنج، صح؟ ميه بتغلي ما حدش فيكم بيطبخ ولا بيعمل اي حاجه. حله الميه يا جماعه لما بنحط فيها ميه ونغطيها اول ما بتوصل لدرجه عاليه بتبدا تغلي.
تيكينج، بويلينج يعني تيكينج، زي الشاي عادي خالص موضوع بسيط. طيب لما هتبدا الميه، مش سيبنا الميه بقى، خلينا الواكس في الواكس، لما يبدا يغلي الميه في الحله نرجع لها تاني، لما تبدا تغلي الغطا بيعمل ازاي؟ هنعمل كده ليه؟ علشان يحاول يطلع بخار. هنا مفيش غطا، هنا في بلاستيك ولسه ما وصلناش لدرجه المنتج بتاعته. فلما ده يبدا يغلي هيلاقي حته يخرج منها، فيبدا يعمل ايه؟ يبدا يرخم بقى على حواليه. هو حواليه هنا الماتيريال اللي هي اللي عامله المولد، كارد ماتيريال اللي هي الانفستمنت ماتيريال، خلاص؟ يبدا يقعد ياكل فيه. لما ياكل فيها بدل ما يبقى المفروض ان انا بعمل واكس بارت بتاعي سموس خالص عشان الكراون يطلع سموس واعرف ابنشه واعرف انزله. يبدا ياكل في الحتت دي، وبعد كده بيبدا البلاستيك ده يسيح. لما البلاستيك يسيح يبدا يطلع بره الرينج. الواكس يلاقي سكه فيبدا يخرج، بس هيبقى سايب مكانه الهولز دي عامله ازاي؟ لما قعد ياكل فيها رف، يعمل رفنس جوه المويه، فيطلع لي الكراون كله رفنس. واحيانا يوصل لدرجه ان هو لازم يتعاد، مش هينفع. لازم الفيتنج سيرفيس والاكسترنال سيرفيس بتاع الكراون يبقى سموس. ده اللي احنا اصلا واحنا بنعمل واكس بلاتر بناكد عليه، ان هو لازم نعمل فينشنج للواكس، ما ينفعش اسيبه رف. فلو انا حطيت البلاستيك هيحصل كده. طيب هل معنى كده ان البلاستيك ما بيستعملش؟ لا بيستعمل، بس بيستعمل نوع اسمه هولو بلاستيك سكون. هولو بلاستيك يعني ايه هولو؟ يعني القلم ده مصمت كده خلاص مسدود. فانا ممكن استعمل ده سكوفورم ماشي، ويسيح يسيب مكانه تشانجي. طب انا لو جبت نفس القلم ده بس جبت غطا، عارفين غطا الاقلام البيك مفتوحه من فوق كده، مش ده لو حطيته برضه هيعمل برضه سكوف بس من جوه ايه؟ مفرغ هولو. فانا لما اركب البلاستيك هنا ويبقى هولو مفتوح، لما الواكس يبدا يسيح هيخرج عن طريق البلاستيك اللي موجود من جواه ماشي، ويطلع في الميعاد بتاعه. وبعدين يبدا بعد كده البلاستيك يسيح ويطلع هو كمان. فيبقى انا كده استعملت بلاستيك سبول اللي هو قوي ما بيحصلوش ديفورميشن، وفي نفس الوقت سمحت للواكس ان هو يطلع بدل ما يحصل له بويلنج جوه المويه. واضحه؟ عشان كده لو انا استعملت بلاستيك سكرو لازم استعمله هولو. ليه؟ علشان اسمح للمولتن واكس ان هو يطلع بره المولت. طيب نيجي بقى الماتيريال الثالثه اللي انتوا قلتوا عليها احسن حاجه اصلا. لو ده متر، لو ده متر بقى مش بلاستيك، حطيت الرينج دي في الفرن وصلنا درجه الواكس، الواكس هيحصل له ايه؟ بويلنج برضه. لو يعمل رفنس، بس هل المتر هيسيح؟ مش هيسيح حتى لو وصلنا لل 900، المتر بيسيح فوق ال 1000. هيفضل زي ما هو. طب لما يفضل زي ما هو انا استفدت حاجه كده؟ ما استفدتش حاجه، الوقت مش هيطلع ولا اعرف ادخل المتر مكانه. امال بيستعملوه ازاي؟ هو انا بعمل النسبو ده ليه؟ مش عشان اعمل شان؟ طب انا لما اعمل الرين دي كده بحط السبو والواكس واملى الماتيريال اللي هي السوفت اللي هي البيست ماتيريال ويبدا يحصلها هارد. عشان انا لو جيت شديت ده كده من هنا هيفضل السبيس موجود والواكس باتر من جوه تبقى ممسوكه بالماتيريال، خلاص مش محتاج ان انا ابقى معلقها. فهيبقى عندي هنا التشان الفاضيه من قبل ما احط الرينج دي في الكوره. يعني انا بحط الميتال سبو واقفل الرينج كده واماليها بالماتيريال اللي هي تعمل لي المولد واسيبها لغايه ما يحصل لها سيتنج، وبدل ما اخد بقى الرينج دي اقوم حاططها في الفرن على طول، لا بجيب حاجه زي تويزر كده او حاجه واقوم شادد السبول متر ده من مكانه، فسيب لي التشان الفاضيه واقوم واخد الرينج دي حاططها في الفرن. تمام؟ طيب دي المتر ده ميزته ان هو الهارنس بتاعته والسبنس عاليه قوي ومش هيحصل ديفورميشن ولا حاجه. كمان هيتشال قبل ما احط الرينج في الفرن وهسيب يبقى عندي السبيس جاهز والبدل اول ما يسيح يطلع. هل معنى كده ان ملوش عيوب؟ لا، ليه عيب مهم جدا. وانا لما اجي اشد ده كده هيسيب لي التشانل، ولو انا مسكته وشددته كده ايه اللي ممكن يحصل؟ انا حد يقول لي انا ما سمعتش حاجه.
لا ما هو الجزء ده هارد خلاص، حصلته سيتنج خلاص. لا مش هيحصل ديفورميشن في الورك سبيس، اللي هيحصل ان في اجزاء رفيعه من الماتيريال دي موجوده، هو حصل له هاردنينج بس في اجزاء رفيعه. هو انا بشد السكرو ده، السكرو فورمر ده، لو انا ما شدتوش مع اللونج اكسس بتاعه كده على طول وشديته بالجنب، ممكن طرف السكرو فورمر دوت متر يكسر لي حته من الانفست ماتيريال دي. لو كسر الحته دي وجه هنا الحته اللي اتكسرت هتسد لي السكرو خالص. عشان كده ما بيحبسش ان انا استعمله كتير. طيب المتر سكرو بيستعمل هولو برضه، يعني اي متر سكرو بيفضل ان هو يكون هولو. ليه؟ ايه؟ طب ولو انا قلت لك ان هو بيتشال برضه قبل ما احط الرجل في الفرن اصلا، يبقى ايه الفايده بتاعته بقى؟ ما هو سواء مقفول هولو او مش هولو، ما انا كده كده بشيله، مش انا كده كده بشيله؟ مش هيفرق معايا؟ لا ملوش دعوه. وانا لو عندي ماسوره كده خلاص، ركزوا معايا يا جماعه، انا بحاول اجيب لكم ابسط التشبيهات. عندي ماسوره مفرغه كده وعندي ماسوره ثانيه مقفوله، يعني ما هياش مصمطه خلاص، وجيت حاولت الزق الاثنين على البنش، اقوم حاطط المصمطه كده واقوم حاطط اللزق حواليها كده، هتمسك في الترابيزه دي او في البنش ده صح؟ المصمطه هعمل نفس الكلام؟ لا، المصمطه هقوم جايب اللزق حاطه من جوه في الايدج بتاعت المتر الماسوره دي من جوه، وبعدين احطها واحط لزق كمان من بره. يبقى كده الاتاتشمنت زاد ولا ما زادش؟ كده الاتاتشمنت زاد. فايده ان انا استعمل المتر سكرو هولو مش ان انا اسمح الاسكيب بتاع الواكس بقى زي ما كنا بنقول في البلاستيك، لا لا، علشان ازود الاتاتشمنت بتاع السكرو فورمر مع الواكس باترن، فما يحصلش ان هم يتفصلوا عن بعض في اي مرحله لغايه ما اعمل الانفستمنت. وانا ممكن وانا بشيل الواكس باترن وماسك فيها المتر سكرو برضه، مش هيحصل له ديفورميشن، او ممكن يفك اصلا من مكانه. عشان اتاكد ان هو ما بيفكش استعمله هولو. يبقى انا عندي البلاستيك والميتال بيستعملوا هولو، بس الفرق في السبب. بلاستيك سكرو بيستعمل هولو لان انا هسيبه وهيخش الفرن، فانا عايز الميتال يطلع عن طريق، انما الميتال لا. محدش يفكر خالص بقى يسالني طب ما انا ممكن احط الميتال سكرو فورمر وهو هولو في الفرن والواكس يطلع عن طريق، هيحصل مشكله؟ يعني لو بدل ما احط البلاستيك سكرو هولو، لا احط متر سكرو هولو بس مش هشيله بقى قبل ما احط الرينج في الفرن واسخن، احطه زي ما هو كده في الفرن، ايه اللي ممكن يحصل؟ المتر بتاع السكرو غير المتر بتاع الكراون، تمام؟ المتر المولتن بتاع الكراون اللي انا بسخنه بره ده وبزقه جوه المولت وهو داخل هيبدا يعمل رياكشن مع المتر اللي موجود، فيعمل لي كراون الماتيريال بتاعته البروبرتيز بتاعتها مختلفه عن اللي المفروض تبقى موجوده فيه. لان هم عشان يعملوا الميتال سكرو فورمر ده هولو ما بيبقاش بنفس البروبرتيز بتاعت الميتال المصمت اللي انا هزقه جوه الرينج. هو عشان كده الميتال ما بيخشش الفورمر، الميتال سكرو فورمر ما بيخشش الفورمر. يا اما هستعمله هولو يا اما هستعمله مش هولو، بس الاحسن هولو عشان نزود الاتاتشمنت. بلاستيك سكرو لازم استعمله هولو لانه هيخش جوه الفرن، ولو دخل وهو مش هولو الواكس اللي هو هيحصل له بويلنج هيعمل ايروجن في الوولز بتاعت المول، هيعمل لي رفنس في الكراون النهائي اللي هيبقى. واضح؟ طيب ده بالنسبه للماتيريال. طيب خش على البوزيشن. السكرو فورمر ده بعمله اتاتشمنت في الواكس براتر، بقوم ماسكه كده في الكراون في اي حته في الواكس في اي حته كده، يعني اقوم مغمض عيني واقوم لاطع السكرو فورمر كده في اي حته في الكراون وكده كده هيمسك وخلاص، ولا بيحصل مشاكل لو ما حطيتوش في مكان معين؟ يعني ده الشكل الصح.
الشكل الصح هنا السكرو فورمر ده ماسك فين في الجرام؟ انه كسر. ما ينفعش اقول لك كسر هو في كسر واحد؟ طيب. فانكشنال كسر؟ حد ليه راي تاني؟ يا راجل هو انت عارف ده فين الميزيال وفين الديستال هنا؟ انا مش هسالك مش هعجزك للدرجه دي يعني اقول لك لانه كسب فيهم يعني واقول لك ابر ولا لور وقصه الخيبانه دي لا هو عندك هنا زي ما هو بيقول كده في فانكشنال كسب ونون فانكشنال كسب في الصوره اللي قدام خلاص هو هنا ماسك بينه كسب ممكن يقول له الفانكشنال كسب حد ايه راي تاني؟ اللي هيقول لي العكس يقول لي ليه؟ هو قالها رماها كده يعني هو ايه؟ فين؟ اللي هو ماسك فيه السكرو فورمر؟ لا الشكل هنا عامل ازاي؟ هي مش دي البريبريشن؟ صح؟ مين فيهم اللي فيه الفانكشن كلاس بيرن؟ اللي ماسك في السكرو فورمر ولا الناحية التانية؟ لا الناحية التانية هي فين الانجل 45 دي ولا دي؟ دي يبقى الفانكشن كاسب فين؟ ده يبقى انا ماسكه فين كاسب؟ نون فانكشن كاسب او بيسموه نون سنتريك كاسب هو السنتريك ده اللي هو بيعمل سنتريك اوكلوجن يعني بيعمل اوكلوجن مع الاوبوز هنا ده نون سنتريك او نون فانكشن طب ايه الفرق؟ ايه سبب الهري اللي احنا عاملينه ده؟ ايه المشكله يعني لما اركب السكوب فورمر في الفانكشن كاسب؟ هو مش الميتال هيخش يملى المولد ده يعني الاحمر ده هيتحول لميتال والجزء ده اللي اتشنج ده قلنا هيبقى فيه لسه ميتال برضه فهيطلع لي الكراون ماسك فيه حته ميتال وبنقطعها بعد كده خلاص لو انا جيت هنا وانا قاعد بعمل الواكس وبعمل الواكس باتر وبظبط الفانكشنال كاسب عشان يعمل اوكلوجن مظبوط مع الاوبوزنج وحاطط الكاسات على الارتكيوليتور وعمال طلعان عيني كل شويه حته عاليه اظبطها حته مش عارف قليله اقوم مزودها والاخر بعد ما ظبطت خلاص الكراون والاوكلوجن هو مظبوط وقلت خلاص هيبقى فوق العيان مظبوط رحت جاي بسكو فورمر كده رحت راشقه في الفانكشنال كاسب يبقى كل اللي انا عملته قبل كده ملوش اي لازمه ليه؟ لان دلوقتي بقى كل ده على بعضه هيبقى متر اعرف انا ازاي الاوكلوجن كان عامل ازاي لو ده الفانكشنال كاسب مش هعرف اضطر بقى ان انا اقطع السكرو دوت بعد ما يبقى ميتال ميتال وميتال في الاخر الصوره الاولانيه خالص مش بس الجزء ده اللي بيتملي ميتال لا وده كمان ماسكين مع بعض فبجيب ديسك وابدا اقطع السكرو واقعد افنش الحته دي لو انا ده الفانكشنال كاسب وحطه بقى على الارتكوليتور كل شويه اقفل لا ده عالي لا ده الحته دي لسه عاليه لا مش عارف ايه بعدين قعدت انزل انزل وفجاه لا ده الميتال وطي وده فول ميتال كراون اعرف ازوده مش هعرف انا بوظت الكراون عشان ابعد عن الحكايه دي خالص انا بحط بسكو فورمر على اللارجست نون سنتريك كاسب او اللارجست نون فانكشنال كاسب انا بيبقى عندي اثنين فانكشنال كاسب بعمل اتاتشمنت للسكو فورمر مع اللارجست نون سنتريك كاسب ليه بقى؟ احنا قلنا ان احنا مش عايزين نيجي عند الفانكشنال كاسب مع ان هو هتخمه ان هو التكنيك بتاعه اكتر حاجه علشان قصه الاوكلوجن فجيت على تاني حاجه تخينه يعني تاني اتخن حاجه اللي هو لارجست نون سنتريك كاسب طب انا ليه ما جبتش الكرام ده كده رحت لفه ومسكت السكرو هنا يعني خليت السكرو زي ما هو هنا بس ماسك في البروكسيمال او ماسك عند المارجن او ماسك هنا في النص ليه بقى انا بمسك السكرو فورمر مع اكتر حته ثيك في الواكس كاتر؟ هو ده اللي احنا عايزين نوصل له ان احنا نعمل اتاتشمنت للسكرو فورمر عند الجزء اللي فيه اعلى ثيكنس في الواكس كاتر في القاعده. ليه بقى؟ مالهاش دعوه بالواكس خالص دي علاقه بالمتر. علاقة بالكاستنج نفسه. لا والله.
كلكم يعني كقاعدة كده المتل كل ما يبقى رفيع خلاص كل ما يحصل له ميلتنج أسرع وكل ما يحصل له سوليفيكيشن برضو أسرع خلاص وكل ما زود كمية المتل كل ما ياخد وقت على ما يبدأ يحصل له ميلتنج وياخد وقت على ما يبدأ يحصل له سوليفيكيشن. المفروض إن السكرو فورمر ده الثيكنس بتاعه زي ما هنقول بعد كده يبقى أدخن من أدخن جزء في الواكس فازل. الثيكنس بتاعه أعلى من أعلى جزء في الواكس فازل اللي إحنا بنعمله أتاتشمنت فيه. ليه؟ الميتال دايما لازم يخش من منطقة أدخن حاجة لأقل شوية لأقل شوية لغاية المارجن اللي هو أقل حاجة. ليه؟ احنا قلنا ان الميتال لما يبقى رفيع خالص بيحصل له سوليفيكيشن بدري. هنا ارفع حته فين؟ بالمارجن. الميتال هيخش من هنا يملى الجزء ده. بعدين يحصل له ايه بسرعه؟ سوليفيكيشن. يحصل له ايه معاه؟ شرينكج. يتعوض منين؟ من الحته الادخن اللي وراه اللي لسه ما حصلهاش سوليفيكيشن. الحته اللي وراه ده هي هيتسحب منها الميتال هيجي لها منين؟ الحته الادخن منها. اللي لسه برضه ما حصلهاش سوليفيكيشن وهكذا لغايه ما الاقي ان كل التعويض بتاع الميتال بيجي من ادخن جزء خالص اللي هو السكرو. انما لو عكست العمليه هلاقي لو السكرو ارفع حاجه هلاقي ان الميتال هنا يحصل له سوليفيكيشن قبل ده. فلما ده يحصل له شرينكج هيتعوض منين؟ ما خلاص ده قفل الدنيا خلاص. فلازم من ادخن حته ارفع 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 عشان الميتال اللي في الاخر ده اللي هو ادخن حاجه يفضل فلو بتاعه شغال عشان يعوض على طول يعمل فيدنج للمولد على طول لغايه ما يتملي كله. فما ينفعش ولا ان السكرو يبقى رفيع ولا ان انا اعمل له اتاتشمنت لحته رفيعه لانها هتتسد المنطقه على طول الفلو مش هيكمل. خلاص؟ طيب ده بالنسبه للمكان بتاع السكرو فورمر. الدايركشن بتاع السكرو فورمر الواكس باترن هنا محطوط هوريزونتال ولا محطوط مايل؟ ليه ما حطوش كده بتفتح دماغك؟ ليه ما عملوش كده؟ ايه الفرق بين كده وكده؟ ليه؟ بص على الصوره دي كده فوق دي هي دي خلاص واللي تحت دي هي دي. نرجع بقى لدي. بصوا على الاسهم اللي شغاله دي وحد يفهمني ايه اللي فيها. الصوره دي صوره ايه؟ لا. الصوره دي صوره شارع. خلاص؟ احنا عندنا في اي شارع لما يبقى حد عايز يلف بيعملوا الشارع عمودي عليه كده. يعني الشارع وشارع عمودي عليه يعني انا وانا جاي من هنا كده بلاقي الشارع في وشي كده ولا بلاقيه لافف؟ او الشارع اللي انا ببقى فيه بيبقى لافف شويه؟ بيبقى لافف شويه. ليه بقى؟ المتل علشان يخش يملى المول، المول ده بيبقى رفيع خالص، عشان يخش محتاج فورس عاليه جدا اسمها كاستنج فورس تزقه. بيتزق بسرعه جامده جدا. خلاص؟ بسرعه جامده جدا. بيبقى الميتال ميلتد فبيبقى سخن جدا. خلاص؟ المولد او الرينج اللي انا بفضي منها الواكس وبزق فيها الميتال قلنا بنسخنها لغايه 900. مسخنها لغايه حراره 900. الميتال الجولد اللي هو اقل حاجه فيهم بيبقى فوق ال 1100 خلاص؟ او من اول 1000 نبدا من 1000 والميتال بيز ميتال عارفين بيز ميتال؟ بيبقى من 1300. 1100 ل 1300 معنى كده ان الحراره بتاعت الميتال اعلى من الرينج مش اعلى كتير. المفروض ان انا بخلي الرينج حرارتها قريبه من الميتال. ليه؟ الميتال لو انا جبت حاجه سخنه رحت كاببها في ميه هيحصل ايه؟ الاقي دخان كده طالع. بيحصل حاجه اسمها كوينشنج، بيحصل فريزنج، بيحصل شوك للماتيريال السخنه وهي اول ما تلمس حاجه ساقعه. لا شوك هتجمد بسرعه. فانا لو زقيت الميتال على رينج درجه حرارتها 25
او 300 حتى زي ما لما طلعت الواكس الاقي من 1300 300 ايه اللي هيحصل للميتال داخل؟ الميتال هيجي هنا كده يجي وهو داخل هنا كده يجي عند النقطه دي ويقوم حاصل له فريزنج ما يكملش فلازم هو معدي يلاقي فيه سخونه حواليه فعشان تقدر تسخن الرينج لغايه 900 طيب معنى كده ان الميتال اللي داخل ده داخل بسرعه عاليه جدا ودرجه حراره عاليه جدا بالنسبه للرينج يعتبر عالي ماشي هيجي يخش هنا كده بسرعه الميتال اعمى وغبي يعني ما هواش بينقل الاتجاهات هو داخل وخلاص سافينه هو اي حته فاتحه كده يقوم داخل فيها على طول ماشي هيجي هنا كده لو انا عملت الواكس باتل بالعرض هيمشي من هنا بسرعه 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 هيلحق يلف هيخبط فين؟ في الوش كده صح؟ طيب لما هيخبط في الوش ايه الاحتمالات اللي ممكن تحصل؟ ده احتمال، الاحتمال التاني؟ لا ما هو احتمال ان هو يتوزع، هو هيتوزع بس مش هيلحق يعني هيتأخر شوية، إنما الاحتمال بقى التاني الأوقع إيه اللي يحصل؟ لو هو شايفين السهمين دول ليه مش راجعين؟ هم كملوا، كملوا معناه إن هم عملوا كراك في المولد وراحوا معديين. مثل عمل كراك في المولد الانفستمنت ده وراح معدي. شرخ الانفستمنت وعدى عشان اقوى منه فعدى طيب الحاله الاولانيه ان هو يخبط ويرجع هيلاقي ايه جاي في وشه بقيت الميتال ما هو مش هي حته واحده كده الميتال داخل ورا بعض فلو كده فلما ده هيجي كده ويلاقي حاجه في وشه الاثنين هيتلخبطوا مع بعض مش هيلحق يعدل اتجاهه ويكمل في المول بس حاجه اسمها تيرمينز خلاص يتلخبطوا ببعض كده وما يطلعليش كرام. الحاجة التانية ان هو لو عدى وعمل كراك بيعمل حاجة اسمها كاستن فينز، يعمل زي خياشيم كده طالعة حتت طالعة من الكرام كده لما يجي يطلع الكرام يلاقي حتت طالعة منه مكان الاكستنشنز اللي حصلت دي. دي برضه ديفكت. فعشان الحاجة بقى الأهم من ده كله لو هو خبط هنا أول ما بيخبط هو درجته 1300 بيخبط حته درجتها 900 النقطه دي بالذات اللي هو بيخبط فيها جامد بيبدا يسخنها قوي فهلاقي ان المولد كله درجته 900 النقطه دي بس درجتها 1100 1200 سخن يعني حاجه اسمها هوت سبوت هوت سبوت طيب احنا لسه قايلين ان المتر بيخش حته رفيعه اللي عند المارجنز خلاص هنا كده وبعدين يحصل سوليفيكيشن بدري يتعور من هنا يتعور من هنا يتعور من هنا خلاص وفي الاخر يتعور من ايه؟ من السكو. النقطه اللي خبط فيها الميتال هنا في النص بقت اسخن نقطه في المولد تمام؟ فبما انها اسخن نقطه في المولد هيحصل لها سوليفيكيشن بدري ولا متاخر؟ متاخر. فهلاقي ان المولد كله اتملى وحصل له سوليفيكيشن خلاص؟ ويدور على حتت ياخد منها فبياخد من السكرو بياخد منين كمان؟ بياخد من الميتال اللي في النقطه السخنه اللي في المولد فيشفط حته من الميتال فيحصل فراغ هنا كده وهنا يحصل سوليفيكيشن يجي الجزء الفاضي ده عايز يتعوض بالميتال هيلاقي حته يتعوض منها ميتال ما بيحصلش فبيعمل حاجه اسمها ساك باك كروزنج ساك باك كروزنج يعني ايه؟ يعني بلاقي خرم هنا في الكراون الفيتنج سيرفيس بتاعه، ليه؟ لأن الجزء دوت حصل له سوليفيكيشن في الآخر خالص وما لقاش ميتال يعوضه. عشان كده دايما بنعمل دايركشن مايل عشان الميتال وهو داخل يلحق يلف وما يخبطش دايركت في المود. خلاص؟ فيبقى حاجة ممنوعة تماما إن أنا أعلق السكرو فورمر بأنجل 90 درجة مع الواكس باتر. اي انجل ثانيه مش هنتكلم فيها بقى في ناس يقولوا 45 ناس يقولوا يعني 45 تتحسب كده لو حسبتها من الناحيه الثانيه تبقى 135 مش محتاجين الرقم ده احنا محتاجين ان هو ما يبقاش 90 لان هو كده هنقيس دي 90 ودي 90 فهي انجل 90 واحده بقى فما ينفعش ان انا اعلق سكرو فورمر برايت انجل طيب ده بالنسبه للدايركشن بالنسبه لللينس انا عندي اهو
is go forward, it works further, كل حاجة. في هنا أي رقم مكتوب غير اللي فوق؟ هل هو هنا كاتب لي رقم السكرو طول بتاعه؟ يبقى احنا لما نيجي نتكلم على اللينس بتاع السكرو انا ما يهمنيش اللينس ده قد ايه، انا اللي يهمني السبيس اللي فوق ده هو اللي قد ايه. الرينج دي معموله من ماتيريال اسمها انفست ماتيريال. الانفست ماتيريال اللي هي الماتيريال بتستحمل درجات الحراره عاليه، وانا هحط الرينج دي في الفرن فلازم يبقى المولد ده معمول من ماتيريال درجه حرارتها عاليه. عندي نوعين من الماتيريال اللي بنستعملهم في الكراون اللي هو الجيبسون بوندد انفستمنت والفوسفيت بوندد انفستمنت. الجيبسون بوندد الميزه الاساسيه اللي فيه ان هو بورس، ان هو بورس يعني بعد ما اصب الانفستمنت ده ويحصل له هارد هلاقي بورس يعدي الهواء خلاص، بس العيب اللي فيه ان الاسترنس بتاعته قليله فما اقدرش استعمل معاه كاستنج فورس عاليه. الفوسفيت بوندد العكس، السترنس بتاعته عاليه بس البوروزيتي بتاعته قليله جدا. ايه بقى فكره البوروزيتي او اهميه البوروزيتي او الاسترنس؟ الاسترنس عشان الكاستنج فورس وهي بتزق الميتال ما تعملش كراك في الماتيريال. امال البوروزيتي بقى ايه اهميتها؟ انا لما بشيل الجزء الرابر ده وبحط الرينج دي في الفرن يسيح الواكس ده والواكس ده ويطلعوا ويسيب له مكاني مكانه هنا ايه؟ يسيب مكانه فاضي؟ لا، هو احنا دلوقتي هنا حوالينا هنا فاضي ولا حوالينا فيه ايه؟ في هواء صح؟ احنا ما شفطناش الهواء اللي جوه الرينج، احنا طلعنا الواكس بس انما هيخش مكانه ايه؟ هواء. طيب معنى كده ان الجزء ده هيبقى فيه هواء، فهو الجزء ده الميتال وهو جاي هيخش على ايه؟ على السكرو صح؟ وهو داخل الهواء اللي جوه ده يعني ملوش اهل يسالوا عليه بيطلع منين؟ إيه؟ البروزيتيز اللي موجوده هنا في الماتيريال. كل ما البروزيتيز بتبقى اكتر كل ما الهواء يطلع اسرع ولا لا؟ كل ما البروزيتيز بتبقى اقل الهواء يطلع ببطء. فمعنى ان الهواء يطلع ببطء يبقى انا محتاج ان المسافه دي تبقى كبيره ولا صغيره عشان الهواء يلحق يطلع؟ تبقى صغيره. لو البروسس قليله معنى كده ان المسافه اللي هيقطعها الهواء هنا لازم تبقى قليله عشان يلحق يخرج لان البروسس قليله هنا. انما لما تبقى كتيره اكبر المسافه مفيش مشكله ان الهواء هيلاقي 100 حته يخرج منها. فالجيبسون بما انه ضعيف والبروز بتاعته عاليه فانا محتاجه يستحمل الكاستنج فورس، مش فارق معايا قوي الهواء لان الهواء هيطلع منه، فبحتاج ان انا اتخن الجزء اللي من اول التيب بتاع الرينج او التوب بتاع الرينج لغايه المارجن بتاع الكراون يعني اخر حته من الكراون، المسافه بينها وبين اخر حته من الرينج على حسب الماتيريال. لو انا بستعمل جيبسون بوند بتبقى من 4 لـ6 من. لو انا هستعمل فوسفيت بوندل الستريس بتاعته عاليه فمش هخاف من الكاستنج فورس، في نفس الوقت البروسس قليله فانا عايز اصغر المسافه فتبقى المسافه اللي فوق دي من 2 لـ3 من. خلاص؟ يبقى على حسب الماتيريال بحدد المسافه اللي فوق. طب المسافه اللي فوق دي ايه علاقتها بالسكرو فورمر لينس؟ وانا كل ما هطول ده كل ما الواكس فاتر ما هيعلى كل ما المسافه اللي فوق ما هتقل، وكل ما هقصر ده كل ما المسافه اللي فوق دي هتكبر. فانا اللي بيحدد لي نوع الانفست ماتيريال، ومفيش حاجه اسمها سكرو لينس. يعني مش هتلاقوا ولا في الكتاب لما ينزل ان شاء الله ولا في اي شرح بنقوله ان السكرو لينس هنا هيبقى طوله كذا، لا. المسافه اللي فوق دي هي اللي بحددها. وعلى اساسها بحدد طول السكرو لينس، انا ممكن بكل بساطه اجيب رينج طويله شويه. فمحتاج ان انا اطول السكرو عشان تبقى المسافه اللي فوق مظبوطه. ولو رينج اقل شويه نفس الماتيريال والرينج اقل شويه اقل السكرو شويه عشان المسافه تفضل مظبوطه. فاحنا مالناش دعوه بطول السكرو، ان هي دعوه بالمسافه اللي فوق بس. طيب لو انا خليت المسافه ده هي مش مظبوطه والهواء ما لحقش يطلع هيروح فين؟ يعني لو الهواء اللي جوه ده جزء منه ما لحقش يطلع هيروح حته؟
هيفضل موجود جوه. لما يفضل موجود جوه المتر وهو داخل هيزق شويه هواء، والباقيين هيلاقيهم في وشه. هيكمل مش هيكمل، ان هو هيتخيل ان هو كده ملى المول خلاص، ان احنا لسه بنقول المتر اعمى ما يفهمش، يخش يملى اي فراغ. فلما يخش بقوه عاليه هيزق شويه هواء، الباقيين فضلوا، وهو هيوصل لغايه الهواء اللي فاضل ويقف. فلاقي ان دايما الكراون طالع المارجن بتاعه قصير او ناقص. ده بنسميه باك بريشر بروزد. باك بريشر بروزد بمعنى كده ان انا لو قصرت السبرو قوي بغض النظر عن هيبقى طوله كام، السبيس اللي فوق ده هيزيد، هيعمل لي باك بريشر بروزد، يعني الهواء مش هيلحق يطلع. طب لو طولت السبرو قوي يا هيعمل لي كاستنج فينز، ان الميتال هيقوم زائد خابط في الانفستمنت الرفيع اللي فوق فيكسره، يا اما الميتال مش هيلحق يملى المول، ان السبرو طويل قوي فالميتال واخد مسافه طويله على ما يوصل يملى المول، فبيحصل له سوليديفيكيشن قبل ما يوصل خلاص. فبيعمل لي حاجه اسمها شرين سبوت بروز. طيب فاضل الدايمتر الثيكنس بتاع السبرو فورم، هل يبقى رفيع هل يبقى تخين؟ عندي حاجه اسمها جيج. زمان كانوا بيقيسوا الدايمتر بتاع الحاجه بحاجه اسمها جيج، حاجه ملهاش دعوه بالمليمتر، كان بارقام كده. فكان في حاجه اسمها 8 جيج، 10 جيج، 12 جيج كده خلاص. وبعد كده غيروها خلوها بالملي. الجيج عكس القياس اللي احنا بنقيسه دلوقتي، يعني كل ما يزيد الجيج كل ما يقل الدايمتر. عشان كده هنلاقي ان احنا بنقول عند المولرز بنستعمل سكرو الدايمتر بتاعه 8 و10. 8 يعني 3 ملي، 10 يعني 2.5 ملي. في البري مولرز بما ان الكراون اصغر فالثيكنس ادخن حته في البري مولر تبقى غير ادخن حته في المولر، فادخن سكرو ادخن السكرو لما يبقى ادخن منها يبقى مختلف عن المولر، فبيبقى 12 الجيج اللي هو 2 ملي. فكل ما بعلي الجيج كل ما الدايمتر ما يقل. طيب لو انا ما عملتش كده هيعمل لي انواع كتيره من البروستي، لان كل ما يبقى رفيع السكرو فورمر كل ما الميتال اللي داخل قليل كل ما كمان يبقى الجزء الرفيع ده يحصل له سوليديفيكيشن بدري، فيعمل لي البروست اللي احنا بنتكلم عليها. البروست الفيكس دي كلها في الاخر هناخدها كلها على بعضيها كاستنج فيكس واحده. طيب في حاجه اسمها ريزرفوار. الصوره اللي احنا شفناها في الاول، شايفين الكره اللي في النص دي؟ الكره اللي في النص دي عباره عن ان انا باجي اجيب السكرو فورمر ده واقوم ازود واكس حواليه، ادخن الحته اللي في النص دي. ايه فائدتها؟ احنا قلنا كل ما بيبقى الميتال ادخن كل ما يبرد متاخر. فانا كل ما ادخن المناطق دي في السكرو كل ما الميتال هنا يفضل مولتن لغايه ما الواكس كله لغايه ما مكان الواكس او المولد كله يتملي كويس. امتى بستعمل الريزرفوار ده؟ بستعمله لو انا بعمل كاستنج لكراون تخين، كراون كبير عايز ميتال كتير يخش له، فعشان يلحق يخش له لازم يكون فيه هنا جزء يغذيه يعني فيدنج على طول. فبستعمل الريزرفوار ده لان الميتال بيفضل هنا مولتن لغايه ما الكراون مكانه كله بيتملي على الاخر. طيب السبروينج تكنيك، يعني انا على طول بقوم مركب السبرو في الواكس باتر من ناحيه، من الناحيه الثانيه مع الفلوس والفورمر وخلاص؟ لا طبعا. انا لو اعمل بريدج همسكه ازاي؟ ما في كذا سبرو فورمر. فانا عندي حاجه اسمها دايركت سبروينج خلاص، وحاجه اسمها ان دايركت سبرو. دايركت سبروينج اللي هو اللي احنا لسه شايفينه ده، ان الميتال بيخش دايركت على طول على المول، عشان كده اسمه دايركت سبرو. يعني السبرو بيخلي الميتال يخش من هنا لهنا على طول، تمام؟ طب لو هو غير اتجاهه يبقى اسمه دايركت، يبقى اسمه ان دايركت. الان دايركت اللي هو بالشكل ده، لو انا بعمل بريدج فبعمل واكس باترن خلاص بعمل واكس باترن للابارتمنت هنا، بعمل ريتينر هنا وريتينر هنا وفي النص البومب اللي احنا قلنا عليه عشان اعمل بريدج زي ما اخدته السنه اللي فاتت. طيب هاجي اعمل سبرو فورمر لده،
بس هو فورمر لده وهنا هو عامل اثنين بس ممكن يبقى واحد مفيش مشكله. خلاص كده؟ لا. قوم جاي مركب سكرو تاني سكرو فورمر تاني ادخن بالعرض. ده بنسميه رانر بار. رانر بار. بعد كده اقوم مركب يا يعني اما بركب سكرو تاني واحد او اثنين تانيين هنا. فدلوقتي المتر وهو داخل هيخش دايركت هيعدي الاول كده ويملى ده الاول بعدين ينزل. فده اسمه اندايركت سكرو. بستعمله امتى؟ لو انا بعمل كاستنج للبريدج علشان الجزء اللي في النص الرانر بار ده يبقى عامل نفس تاثير الريزرفوار اللي احنا كنا بنقول عليه. لان انا هنا هملى حتت كتيره. فالمتال لو داخل دايركت ممكن يبرد قبل ما يوصل لغايه المناطق كلها. فمحتاج ان الجزء اللي في النص ده يبقى بالكي يبقى تخين يبقى فيه متر كتير يقعد يغذي على طول البريدج الثاني ما يملى المكان بتاعه كله. طيب ادي الدايركت سكروينج اهو وادي الكروسكو فورمر الرابر قبل ما يتحط هناك. وادي الاندايركت سكروينج ادي سكرو 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 وادي الرانر بار وادي الكروسكو سكرو الثانيين ماسكين الكروسكو فورمر. طيب طبعا في صوره عدت هنا كده ده حاجه كانوا بيسموها اكسسوري سكرو الزلومه اللي طالعه دي. كان يقال يعني انا مش مصدق الكلام ده ولا عمري شفته ان الهواء اللي جوه عشان يساعد ان هو يطلع اسرع يعني المتر وهو داخل هيزق الهواء حبه يطلعه كده وحبه يخش هنا عشان يلحق الهواء يجمد من المول بسرعه. بس انا مش متخيل يعني ان هو الجزء ده هيساعد يعني العمليه. فده بيسموه اكسسوري سكرو. اتفرجوا عليه بس كده ونسوه مش مهم يعني. طيب في تقسيمة تانية للسكرو بدل دايركت ومن دايركت. في حاجة اسمها سنجل سكروينج دبل سكروينج مالتيبل سكروينج. سنجل سكروينج اللي احنا شفناه سنجل كراون سكرو واحد بس بالكراون خلاص وده بيبقى دايركت. التاني دبل سكروينج. دبل سكروينج لو انا عندي كراون كبير شوية فمش هيلحق يملى بسكرو واحد كل الكراون فبعمل يا اما في شيب كده خلاص وامسكهم على طول في الكروسكو الفورمر ماشي فيعدي الواكس الميتال هنا وهنا فيلحق يملى الكراون كله او المولد كله يا اما بعمله واي شيب سكرو اولاني بعد كده يبدا يتفرع يا اما بعمله بالشكل ده اللي هو زي هوب كده خلاص هو زيه زي الواي شيب كده. هنا ده دايركت سكرو. ليه دايركت؟ لان الميتال جاي من هنا كده دخل على طول. ده ان دايركت سكرو لانه مشي كده بعدين غير اتجاهه. هنا برضه دايركت سكرو. ان دايركت سكرو الاثنين دول ان دايركت والاثنين دول دايركت. تاني حاجه اللي هي المالتيبل سكرو يعني اكتر من اثنين سكرو زي اللي احنا شفناها في حاله البريدج فيها سكروز كتير. طيب نختصر القصه دي كلها في ايه؟ ان اهم نقط وانا بعمل سكرو اول حاجه ان انا استعمل سكرو ما يكونش طويل يعني استعمل شورت سكرو خلاص وثيك سكرو علشان اتاكد ان المولد الميتال هيلحق يملا المولد بتاعي. فدايما بيفضل الشورت الثيك سكرو عن اللونج والثين سكرو. تاني حاجه ان انا اعمل اتاتشمنت للسكرو في الثيكست بورشن في الواكس باتر بعيد عن الفانكشنال كاستر. ثالث حاجه ان دايما الميتال بيغذي من حته ثيك لحته ثين مش العكس. دايما من حته ثيك اقل ثيكنس اقل ثيكنس لغايه اخر حته مش العكس. النقطه اللي بعد كده ان انا لما اعمل اتاتشمنت سكرو على واكس باتر اعمله بحيث ان يبقى في دايركت على طول كونتاكت او دايركشن على طول دايركت من الميتال على المود على طول. ما اقعدش اعمل السكرو يلف في الشوارع عشان يعدي الميتال دايركت على طول. الحاجه اللي بعد كده ان انا وانا بعمل اتاتشمنت للسكرو فورم اتاكد ان الاتاتشمنت دوت ماسك كويس ما يحصلش ديفورميشن ويتفصل السكرو في اي مرحله فيعمل لي مشكله في الكاستم في الاخر. حاجة مهمة ان انا لما اجي اعمل اتاتشمنت للسكرو مع الواكس باتر ما اجيش عند النقطة بتاعت الاتاتشمنت تبقى رفيعة يبقى السكرو كله تخين وطرفه هو اللي رفيع. لا لازم المنطقة دي تبقى فلير ومليانة. ثواني بس في اي سؤال؟ الكتاب ان شاء الله غالبا الاسبوع اللي جاي هيبقى